ولا يبقى الضغط ويبقى الخطر التصويب ربما من عبد الرحمن مزيان الهدف يا عبد الرحمن احسنت يا مزيان احسنت يا عبد الرحمن هدف في منتهى الروعه في الدقيقه 39 ممتازه بعد محاوله وتالق الحارس طبعا المتابعه المراوغه والتصويب من بعيد من خارج 18 متر مباشرة في الشباك في الشبكة الصغيرة البعيدة اليسرى للحارس مارومي هدف مقابل صفر انفجار طبعا في مدرجات 5 جويلية هدف مقابل صفر كرة ثابتة السعدي رضواني بالعيد بالعيد لندين يسجل هدف الثاني بمنتهى الروعة ارتقاء عالي جدا وبرأسية ممتازة يسكنها في الشباك هدفان مقابل صفر.